مخطوطة قديمة جداً، نادرة ومثيرة للجدل. جرت محاولات كثيرة لإتلافها بالنظر إلى ما تحمله في طياتها من آراء يمس بعضها ما يفترض ألا يمس. تقع مصادفة بين يدي باولو كويلو فينسج حولها رواية رمزية كاشفاً سرها ومضمناً صفحاته معاني الهزيمة والحب والولاء والجنس والخوف بأبعاده كافة ليضخ قوة في من يبحثون عن سر الحياة. مخطوطة وجدت في عكرة، حبكة روائية آسرة، هي أحدث ما كتب باولو كويلو وما أصدرته شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.